معروف أنه رشيق وجميل ولديه منقار كبير يصل طوله إلى 18 متر ولديه عنق طويل وله جسم ثقيل وقدمان تنزل بسهولة عند السباحة. يعيش ما بين 10 إلى 30 سنة وهو من أكبر الطيور ويصل طوله من 4 بوصة إلى 6 بوصة. معلومات عن النسور. النسور هي من أكبر الطيور الجارحة، والنسور أنواعها كثيرة وأغلبها أنواعها تتميز برؤوس غالية من الريش وهو بنظر حاد، ومناقيرها تساعدها الغذاء ويتمثل في يعد أحد أشهر الطيور الوافدة إلى مصر، فهو طائر أوروبي في الأساس يهاجر إلى المنطقة الدافئة في تركيا وبلاد الشام، ويهاجر إلى مصر أكثر من 500,000 قبل الثانوية، وهو من الطيور الصامتة أي لا يميل إلى إدراك الأسرار إلا في الأعشاش.